أكدت وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة زين الصباح المضي قدما في تنفيذ الوثيقة الوطنية للشباب التي نتجت عن المؤتمر الوطني للشباب الذي أقيم برعاية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعنوان الكويت تسمع. وخلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لاستعراض ما تم إنجازه من توصيات الوثيقة الوطنية للشباب، أكدت الشيخة الزين على وجود تعاون بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية لتنفيذ الوثيقة. عقدت وزارة الدولة لشؤون الشباب مؤتمرا صحفيا لعرض آخر إنجازات الوزارة والخطوات التي تمت في الآونة الأخيرة لمتابعة تنفيذ مضامين الوثيقة الوطنية للشباب. المؤتمر شهد مشاركة عدد من المسؤولين في الوزارة، وأكدت وكيل الوزارة الشيخ الزين الصباح المضي قدما في تنفيذ الوثيقة الوطنية للشباب التي تمخضت عن المؤتمر الوطني للشباب والذي أطلقه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لدعم وتنمية العنصر الشبابي. وزارة الدولة لشؤون الشباب اليوم هي ممثلة للشباب، تشتغل من خلال إداراتها وبرامجها لتوصيل توصيات المشروع الوطني للشباب، بالإضافة إلى رعاية الشباب في جميع، بالنسبة لرعاية الشباب لجميع المشاريع سواء كانت مشاريع تنموية واجتماعية أو اقتصادية أو تجارية أو غيرها أو تربوية. من جهته أوضح رئيس الفريق لمتابعة توصيات الوثيقة الوطنية للشباب الدكتور عبد العزيز لدعيج أن الوزارة تعكف على إعداد توصيات الوثيقة بالتعاون مع 14 جهة حكومية بهدف تشجيع القدرة التنافسية الوطنية وتعزيز الإبداع لدى الشباب واستغلال المرافق الحقيقة في وزارة التربية المتعددة. الآن عندنا تقريبا 86 أو 81 مستفيد من الملاعب المسائية من الشباب اللي يقضون أوقاتهم في أشياء مفيدة من ناحية الجسمانية البدنية بدل ما هم يعني يشكون من أوقات الفراغ وغيرها. الوثيقة الوطنية للشباب تتضمن 10 محاور تمثل أولويات الشباب، وهي تعزيز المواطنة والأمن الاجتماعي والتعليم والمشاريع الصغيرة والتنمية الاقتصادية والإسكان والصحة والتطوير القانوني والإداري والتنمية البشرية والرياضة والبيئة والثقافة والفنون والأدب.